تفضل المنصة دكتور سهان عبد البريش والأستاذ الفاضل رئيس جمعية جزائر الخير الأستاذ عيسى بن الأخضر لتحضر مشكورين في هذه الجلسة الافتتاحية. الكلمة الأولى لممثل أو للمكتب الولائي المنظم لهذا الملتقى المكتب الولائي لوهران، يتفضل الأستاذ يوسف البيوض بكلمة بالمناسبة. ونمر مباشرة إلى المحاضرة الافتتاحية للأستاذ الدكتور عبد القادر بريش رئيس اللجنة العلمية لهذا الملتقى. الأستاذ الدكتور عبد القادر بريش حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم اقتصادية، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة، شارك في أكثر من 30 مؤتمر دولي، أشرف على 15 أطروحة دكتوراه، ونشر أكثر من 16 بحث في مجلات علمية محكمة، وهو مشارك في نشاطات مجتمعية وخاصة في جزائر الخير، يعني طالما نجده أمامنا ومن حولنا ويهتم بأعمالنا، وهو كذلك محلل وخبير اقتصادي في القنوات التلفزيونية. تفضل مشكورا مأجورا. شكرا لك سيدي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أجد صعوبة وأن أكون متحدثا آخر من يتحدث في هذه الجلسة، وأن أحمل قبعتين، قبعة الأستاذ الأكاديمي من جهة، وقبعة رئيس اللجنة العلمية لهذا الملتقى، وبالتالي أجد نفسي مضطرا إلى تغيير بعض بنود ورقة بحثي. الحقيقة ورقة بحثي أردتها أن تكون الشراكة المجتمعية كمنهج ومقاربة جديدة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وأريد فقط يعني أريد أن أشرح وخلفيات وأبعاد هذا العنوان كما كلمني زميل وأكد لي ممثل الأمن الوطني بأنها إشكالية وتصلح لأن تكون أطروحة يعني دكتوراه، ولما لا يعني تكون في هذا المجال. في حقيقة إشكالية الشراكة المجتمعية طبعا مصطلح جديد، ولكل كما نعلم جميعا لكل مرحلة أفكارها ومصطلحاتها، لعل إذا تصفحنا ما يدور حاليا نستطيع القول بأن مفهوم أو مصطلح الشراكة يعتبر حديث ساعة في المجالس الدولية والمخابر وتقارير الهيئات الدولية. أذكر فقط هنا أن فكرة الشراكة المجتمعية وردت في الأهداف الألوفية كما أشار السيد رئيس الجمعية، وتحديدا في الهدف 17 اللي هو ينص على من أجل تحقيق التنمية المستدامة الجديدة في يعني مبادئها أو أهدافها 17، هو ضرورة إشراك كافة الفاعلين في المجتمع وخاصة منظمات المجتمع المدني. إذن هذه واحدة. ثانيا فكرة التي كذلك أصبحت محل اهتمام ودراسة، وهي فكرة الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية. إذا نجد كثير هذه الأفكار بأننا إذا أردنا أن نحقق تنمية محلية مستدامة لابد أن نذهب إلى تعميق هذا الفكر اللي هو فكرة الديمقراطية التشاركية. كذلك فكرة الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإحنا في الجزائر شاهدنا إمضاء العقد اتفاق بين الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهذه الأفكار متداولة دوليا. كذلك الآن لا أدري إن انتهى مؤتمر دافوس أو ما زال منعقدا، فهو ينعقد مؤتمر دافوس تحت شعار العام هذا مع نحو بناء مستقبل مشترك. إذا لاحظ كلمة الشراكة ومشترك واردة. إذا كل هذا أردت من خلاله أن أدلل على أن اختيارنا لموضوع الملتقى لم يكن هكذا، بل هو مواكبة لما يدور من أفكار في العالم وأهمية الأفكار وإنزالها إلى أرض الواقع من خلال مفهوم الشراكة المجتمعية.
لماذا قد يسأل سائلا لماذا تحولنا من الملتقى الأول إلى الملتقى الثاني؟ كنا في المسؤولية الاجتماعية والآن نفس الملتقى ولكن خصصنا العنوان حول الشراكة المجتمعية ودورها في تطوير واستدامة العمل الخيري، لأننا نريد أن ننقل ممارسات العمل الخيري من واقع إلى واقع، من واقع هذا الذي نشهده وهو أن العمل الخيري يطغى عليه الطابع المناسباتي ليس كحكم مطلق، ولكن معظم الأعمال الخيرية بهذا الشكل، أن العمل الخيري يطغى عليه الطابع الغير مؤسسي، ونريد من فكرة الشراكة المجتمعية أن تدفعنا كرافعة كقوة دافعة في العمل الخيري نحو الاستدامة. وموضوع الاستدامة هو موضوع مهم جدا. لماذا؟ لأن نريد من العمل الخيري أن ننظر إليه بمنظور تنموي يسهم في التنمية ويتميز بالجانب المؤسسي القائم الذي يستقي طريقة إدارة العمل الخيري والجمعية الخيرية من أساليب الحديثة في التسيير، ولعل علم المانجمنت يستوعب الآن ما يسمى التسيير العمومي الجديد والأفكار الموجودة في هذا الجانب. التسيير بمنطق أن العمل الخيري ليس هو عمل هكذا بالمفهوم الإحسان الذي اعتدنا أن ننظر إليه، المفهوم وهو عمل مؤسسي يساهم في التنمية يساهم في التشغيل. فيه بعض الدول تتكلم على أن هذا القطاع الثالث هو قطاع له إحصائيات ومنظومة إحصائية ونستطيع أن نتكلم عن مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي إلى غيره. إذن من هذا المنطلق أردنا أن نتكلم عن أن الشراكة المجتمعية هي شراكة تكون من أجل تكاتف وتعاضد الجهود، بحيث لا يبقى كل طرف يشتغل لوحده، بل من موضوع من منظور نظريات الحوكمة ونظريات أصحاب المصالح، إذا اعتبرنا أننا الهدف الرئيسي هو كل أن كل المجتمع وكل جهود العمل الخيري تتضافر نحو هدف واحد وهو خدمة المجتمع، القضاء على هذه الفئات الفقيرة والهشة، تحقيق ما يسمى الأمن والاستقرار والأمن الاجتماعي، كل هذا هو الهدف. إذن هناك مجموعة من الأطراف سأتي ذكرها تلتف نحو تحقيق هذا الهدف، نسميها الأطراف التي يجب أن تتشارك في مفهوم الجديد للشراكة المجتمعية. الفكرة الأساسية هي أننا انتقلنا من مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي ترسخت وأصبحت تم إدراكها وأصبحت كممارسة الآن في الجزائر، ولو ليس في المستوى المطلوب كما هو حال كثير من المجتمعات، ولكن الآن أصبحت المسؤولية الاجتماعية موجودة تمارسها أطراف، خاصة الأطراف في قطاع الأعمال وفي مؤسسات القطاع الخاص، وأصبح حتى الإعلام يروج لهذه الأفكار. الآن أريد أن ننتقل إلى مستوى ثاني إن صح التعبير، هو أن تكون الشراكة المجتمعية شراكة ما بين الفاعلين الاجتماعيين الأساسيين، وفي قلب هذه الفاعلين الأساسيين هم الجمعيات الخيرية وكما يسمى بشكل عام المجتمع المدني. إذن هذا هو الهدف الأساسي الذي أردت من خلاله أن أشرح خلفيات وأبعاد الإشكالية لموضوع الملتقى. كذلك أضيف بأن الشراكة المجتمعية بهذا الشكل قلت تشكل رافعة ودافع نحو تطوير العمل الخيري وإعطائه بعد الاستدامة وبعد الاحترافية، ويصبح العمل الخيري بشكل عام عملا مؤسسيا قادرا خاضعا لقواعد الحكامة الجيدة. وهذا شيء مهم جدا. لماذا؟ لأنه كلما طورنا العمل الخيري إلى الاحترافية والحكامة الجيدة ونضفي عليه الشفافية والمساءلة، كلما طمأن الأطراف الفاعلة الأخرى نحو جدية ومسؤولية هذا العمل، وبالتالي يعطي يكسب الثقة ويكسب الممولين ويستطيع أن يحقق الاستدامة التي نريدها في العمل الخيري، ومن ثم تنعكس آثار العمل الخيري على تحقيق التنمية المجتمعية التي هي جزء من التنمية المستدامة. إذن هذه نقطة مهمة. الأمر الثاني الذي أردت أن أشير إليه، لعل القارئ للعنوان المؤتمر ممكن يوقع له لبس يقول
لماذا شارك المجتمع؟ لماذا؟ ومع من؟ لماذا؟ لأن السادة المتدخلين في إشارات بأن الشراكة المجتمعية تفرضها متطلبات المرحلة التي نعيشها، وهي أن رغم قوة الدولة وجهود الدولة، الدولة غير قادرة على تغطية وتلبية احتياجات جميع الأطراف الفئات، الدولة غير قادرة على الوصول إلى جميع الفئات وتلبية احتياجاتها وإحصائها وكذا، وهذا ما نلاحظه على أرض الواقع. إذن هذا جانب. الجانب الآخر هو أن تعريفنا، ومع الأسف يعني يوم سمعت بأن أننا ما عندناش تعريف دقيق لمفهوم الفقير أو المحتاج، رغم تطور في حاجيات الفرد والتطور في إدراكاته وفي متطلباته، إذن قد نخطئ إذا أبقينا على مفهومنا للمحتاج وللفقير بالمفاهيم التقليدية. إذن الاحتياجات تتزايد والرغبات تتزايد والطلبات الاجتماعية تتزايد، الأمر الذي يحتم أن لا طرف واحدا ولا جهة واحدة يمكنها أن تسهم بفعالية على تلبية احتياجات، وبالتالي الضرورة ملحة لأن تتكاتف كامل الجهود وتتضافر في ما يسمى خلق ما يسمى نسميه نحن التعارض السينرجي، وأنا أسميه في مجال العمل الخيري فلربما مصطلح جديد نسميه التعاضد التنافسي، نتعاضد نتعاون نخلق نوع من القوة الدافعة من الرافعة إن صح التعبير من أجل تطوير العمل الخيري وإعطائه بعدا تنمويا مستداما، وفي نفس الوقت نحن متنافسون عن أجل على الخير، وهي أجمل مجال نتنافس فيه أننا نتنافس على الخير. إذن هذه الفكرة. الفكرة الأخرى وهي أن الشراكة المجتمعية هدفها أنها تخدم وتتوجه إلى فكرة جوهرية، ولعل الباحثين والمختصين ينتبهون إلى هذه الفكرة، هي أننا تتكاتف الجهود وتعاضد الجهود لإخراج فئات الهشة والفئات التي تعاني من التهميش والإقصاء والإبعاد الاجتماعي أحيانا أو الاستبعاد الاجتماعي أحيانا كما يسمى، إلى إدخالها في بوتقة ودائرة نسميها دائرة إيجابية للتنمية. إذن هذا مهم جدا. إذن ليس كما أشار السيد رئيس الجمعية أو كما أشار الممثل الأمن الوطني أو أشار الأستاذ، هو قال بأن العمل الخيري ليس أن يظل المحتاج محتاجا في السنة هذه والسنة اللي بعدها، يجب أن نخرج المحتاجين من دائرة الاحتياج إلى دائرة المساهمة الفعالة في الفقر وفي التنمية. إذن هذا هو البعد الاستدامة عن الخير، ولعل الاستدامة هذه تأتي كذلك من روافد أخرى، أن الجمعيات الخيرية لما تكون مؤطرة بالأساليب الحوكمية الجيدة وتخلق هذه الثقة وتكسب هذه الثقة من طرف جميع الفاعلين، تجد لها مرغمة على أن تحسن وترفع من أدائها ومن جودة عملها إلى مستوى أن تصبح لها إدارات قائمة وعمل مؤسسي ولها قدرة على إدارة المشاريع. أنت لما الآن تذهب إلى طلب الإعانة من مؤسسات قطاع الاقتصادي سواء كانت عامة أو خاصة، أنت لا تذهب هكذا، يجب أن تذهب لك بمشاريع برؤية، وهذه المشاريع واضحة وفيها دراسات كمية أي بمعنى دراسات جدوى، فهذا العمل لا يتأتى إلا إذا كان من يؤطر هذه الجمعيات له من التكوين ومن الدراية ومن العمل الإداري المؤسسي القائم على قواعد وأصول التسيير الحديثة. إذن هذه كلها أمور قلت أن الشراكة المجتمعية تعتبر رافعة ودافعة نحو تطوير العمل الخيري. الآن أمر إلى فقط إلى الجواب على الشق الثاني من التساؤل الذي قد يثار، وهو من هم أطراف الفاعلة في الشراكة؟ مع من نتشارك؟ لأن السؤال الأول اللي قلت لماذا الشراكة؟ لماذا لا نشتغل لوحدي؟ لماذا لا نشتغل في مجال معين؟ إذن قلت
أن متطلبات واحتياجات وأن تطورات والنظرة إلى مفهوم العمل الخيري تغيرت ويجب أن تتغير، كلها عوامل تدفعنا نحو تغيير النظرة إلى العمل الخيري وإعطائه بعد الاستدامة وبعد يعني الحوكمة وبعد العمل المؤسسي. الآن الأطراف الفاعلة، وهذا اجتهدت بأن يعني في هذا المجال قلت الأطراف الفاعلة هي عدة، ولعلني أبدأ من الأطراف الفاعلة هي الجمعيات، الجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني والطرف الفاعل الرئيسي في تطوير واستدامة العمل الخيري. الطرف الثاني باختصار هو الطرف الذي نعول عليه كثيرا وخاصة في الجزائر في المرحلة الحالية، هو الطرف الداعم اللي هو قطاع الأعمال، وسواء قطاع الأعمال العام أو الخاص، وخاصة قطاع الأعمال الخاص في ترسيخ وتبني مشاريع المسؤولية الاجتماعية. وهنا قد يثار تساؤل آخر، قال فيه شركات تقوم بما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية، وفي حتى من أدرجت في هيكلها التنظيمي وفي استراتيجيتها نجد واضح ممارسة المسؤولية الاجتماعية. نقول لماذا تحتاج إلى الجمعيات الخيرية؟ لنقول بأن الجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني هي التي لها الدراية والقدرة، وخاصة إذا كانت تتمتع بالاحترافية، هي التي لها أنها قريبة من المحتاجين، أنها قريبة من فئات المجتمع وتتحسس يعني احتياجاتهم، وبالتالي كلما كانت الشراكة قوية ما بين الشركات وقطاع الأعمال والجمعيات كلما كان هناك تغطية وتكافل أحسن بالعمل وتوجيه المساعدات والبرامج الخيرية والمشاريع الخيرية إلى الفئات المحتاجة. إذن العنصر الثاني وهو القطاع الاقتصادي الخاص والعام. العنصر أو الطرف الآخر ممكن نتصور بأن حتى الدولة بصفتها السيادية من خلال وظيفة ودور التشريع والضبط لها دور فاعل في عملية الشراكة وفي عملية تطوير العمل الخيري واستدامته. لعلنا نحتاج إلى الكلام حول القوانين المتعلقة بالرعاية العمل الخيري والإعفاءات الضريبية التي يمكن أن في القانون الضريبي نظمها. نتكلم على القوانين المنظمة للاعتماد ونشاط الجمعيات إلى غير ذلك. ثم الشراكة قد تكون مع العمل مؤسسات العمل الإنساني، مؤسسات العمل الإنساني اللي هي مؤسسات سواء كانت محلية أو دولية، هي مؤسسات معترف بها كالهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات. كذلك نحتاج التكامل والتشاور والتشارك مع بعض، خاصة إذا تعلق الأمر لا قدر الله في مناسبات إلى يحتاج في الكوارث إلى غيرها. نحتاج التشارك والتعاون كذلك مع مؤسسة المسجد، الخطاب الديني والدور الأئمة ودور فاعل. إذا علمنا بأن في الجزائر يوم الجمعة يا أمه تقدير تقول، ممكن الأستاذ فارس يصحح لنا المعلومة، تقول أكثر من 20 مليون، في حدود 20 مليون جزائري يأمون المساجد في صلاة الجمعة. فأين الرسالة التي يمكن أن يوصلها المسجد في هذا التوقيت وفي هذا اليوم لهذه اللاماس، هذه الكتلة من المستمعين؟ إذن أي يعني كبريات القنوات التلفزيونية والإذاعات أو الوسائل الإعلامية لا تصل الرسالة بهذا العدد في هذا التوقيت المحدد. إذن نلاحظ أن دور المسجد كدور تحسيسي، كدور دافع، كدور تذكير بأهمية العمل الخيري والعمل المجتمعي والنفع العام، أعتقد دورا فاعلا ومهما. أتصور كذلك المؤسسات الرسمية اللي هي نقول مثلا البرلمان بغرفته كذلك له دور في القيام بأنشطة ومرافقة بعض الأنشطة، ولو ملتقيات أو ندوات أو أنشطة فاعلة يقوم بها على البرلمان في اتجاه العمل التطوعي. المجالس اللي هي مجالس سيادية كالمجلس الإسلامي الأعلى، دور تحسيسي ورأي قومي دور فعال، مجلس حقوق الإنسان إلى غير ذلك من المجالس. ونأتي إلى الدور الأساسي اللي هو دور الإعلام. وإحنا في الملتقى مخصصين محور خاص بدور الإعلام.
وكما أشار الأستاذ رئيس الجمعية في 2013 كان هناك ملتقى خاص بدور الإعلام في الدعم والترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية. وأنا أقول وأضيف أعتقد بأن الإعلام له دور مزدوج. الإعلام له دور إعلامي في رسالة إعلامية للوسيلة الإعلامية، ومطلوب منه أنه يبرز النماذج التي تصبح كقدوة في العمل الخيري، وهذا دوره. والمؤسسات الإعلامية نعرف لها من القدرات المالية أنها في عملية الشراكة يكون لها دور فاعل حتى تؤسس لشراكات ولمشاريع مشتركة مع المؤسسات المجتمعية. كذلك المرجعيات الاجتماعية يجب أن لا نغفل هذا الجانب. نحن في تنظيمنا الاجتماعي في الجزائر أحياناً المرجعيات الاجتماعية والأعيان والزوايا كلها روافد ودائمة يمكن أن نتصور كيف تسهم هي كذلك في دعم العمل الخيري وفي الجانب الرمزي والجانب المعنوي. كل هذه يعني الأفكار التي أردت أن من خلالها أن نعطي إحاطة حول خلفيات العمل المجتمعي. إذن الشراكة كخلاصة، الشراكة بهذا التصور تكون هي شراكة إن صح التعبير أفقية ما بين فاعلين، وتكون عمودية في نفس الوقت اتجاه المجتمع. ولو تصورنا، لو كان عندنا الرسم، لو تصورنا أن نضع هؤلاء الأطراف اللي تكلمنا عليهم في دائرة، وفي قلب دائرة نجد هو الإنسان، هو الفرد الجزائري الذي نريد أن ننتشله من دائرة الاحتياج كما سميتها أنا، من الدائرة السلبية أنه لا يساهم في التنمية، ونقله إلى الدائرة الإيجابية في التنمية. عن طريق ماذا؟ عن طريق إعطاء هذا البعد المؤسسي والبعد المستدام للعمل الخيري عن طريق هذا التضافر وهذا التعارض الذي سميته التعارض التنافسي ما بين الفاعلين الاجتماعيين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن شكرا للأستاذ الدكتور عبد القادر على هذه المحاضرة الافتتاحية، وبهذا نأتي إلى ختام الجلسة الافتتاحية. أشكركم على تفاعلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.